ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعايا بقى فقرة كده حلوة جدا، أول مرة تكون معانا في البرنامج. زي ما بيقولوا التجارة شطارة. معانا النهاردة منورنا في الاستوديو مدام عبير، نورتينا. هي متوترة بس هي زي العسل يعني، وشغلها جميل، وهنفرجكم النهاردة على شغل جميل جدا جدا منها. منوروني. بنورك، الله يخليك. مش عايزاك توتري كده وعلي صوتك كده ووريهم مدام عبير. ربنا يخليك يا حبيبتي. بصي بقى، عايزاكي بقى ايه هي يا جماعه. هي معلش صاحبه مكتب جنه، وهي بتبيع يا جماعه بالجمله وبالقطاعي. تمام، تشوفوا يا جماعه احلى شغل. انا الشغل بصراحه من كتر ما عجبني نسيت حتى اقدمها لكم. طيب قولي لي بقى في الاول كده مبدئيا، قبل طبعا ما نعرض شغلك، ايه اصلا الفرق بين الموضوع اللي هو البيع بالتجزئه والبيع بالجمله؟ البيع بالجمله بيفرق ان انا مثلا اطلع الشغل مره واحده، انت فاهماني، بتبقى حاجه كويسه بالنسبه لي. بس انا عندي زبائني اصلا القطاعي بالنسبه لي حاجه تانية خالص ومتعه اصلا، يعني سيبك من الجمله والكلام ده، ببقى مبسوطه انا ببيع قطاعي اصلا، يعني فاهمه. بتيجي الزبونه عايزه الحاجه، عايزه حته ديت دي انت فاهمه، بتبقى حاجه كويسه برضه. بس الجمله انا في الفتره الاخيره بقالي حوالي سنه شغاله جمله. الجمله حاجه تانية برضه، وبقيت اشحن كل المحافظات، وبقيت اشحن بره كمان دولي، فبقيت حاجه كويسه معايا. طيب انا عايزاكي بقى تكلمي الناس كده مبدئيا عن شغلك، وعايزه يا جماعه بس الفيديو عشان نوريهم الشغل طبعا بتاع مدام عبير. لو سمحتوا الفيديو قولي لي بقى كده، اتكلمي كده عن شغلك. انا شغاله عندي لانجري، ده اللي انا اصلا خارجه عشان خاطر اتكلم. أيوة عنه. ايوه بيتعرض عندكم اهو على الشاشه طبعا. ده شغل الشتوي. ايوه دي ترنجات انا كنت عامله عليها عرض ب 100 جنيه اي ترنج شتوي، تمام، قطيفه هايدي وتلبيس مرتاح، حاجات لغايه 100 كيلو مرتاح معاكي، وفي الجلاليب اللي هي السمر ميلتون ديت. ايوه وفي الدريسات اللي شفتيها دي برضو، الدريس من دوت عامل 50 جنيه والجلاليب القطيفه عامله 100 جنيه. انا هاجي معاكي اخد المحل كله لو سمحتي. والله تنوريني. ربنا يخليك. واللي على الحاجات الصيفي ديت كل دوت حاجات مثلا الاسعار بتاعتها من اول 50 لغايه 65 75 اعلى حاجه خالص عندي في الصيفي. الترنجات اللي انت شايفاها دي كلها قطن بيور، وحاجات كلها تلبيس مرتاح وخامه وتشطيب لوكس لوكس اللوكس. إيه مدام عبير، انا ما كنت بتكلم معاكي قلت لي ان انت مش بتستوردي من بره، انت بتحبي الشغل المصري صح؟ كل شغلي. طيب شويه الناس لما بتشوف الاسعار دي حتى لو بالجمله او بتشوف الاسعار قليله شويه تقول لك لا ده الخامه مش حلوه. لا والله كل اللي اتعاملوا معايا كلهم بيشكروا في الخامه، بس انا بعمل ايه؟ انا بدور على اقل سعر انا ممكن اجيبه. بعمل ايه؟ اوصل للمصانع، انت فاهماني؟ فبجيب، بضطر طبعا عشان اجيب بسعر كويس اخد كميه كبيره علشان تعوض معايا، اعرف انا كمان ابيع، ومش بكسب كتير. انا عايزه اقول لك طبعا مش عارفه محدش ممكن يصدقني، انا بكسب جنيه 2 جنيه في القطعه بالكتير جدا، بس بقول انا لا ابيع اكتر احسن من ما انا احط 5 جنيه و10 و20 في الحته الرزق القليل وتفضل قاعده معايا. انا دايما ماشيه بالمبدا ده بقالي من ساعه ما اشتغلت في الجمله، وانا قلت لا، طب ما انا الدسته معايا، انا ببص لها في الدسته، اكسب في الدسته 12 جنيه احسن ما احط على الدسته 60 جنيه وافضل قاعده جنبها. هو انت شغاله في موضوع الجمله ده بقالك قد ايه؟ سنه ما شاء الله. بس الحمد لله اشتغلت وجبت مكان اكبر من اللي كنت فيه، واشتغلت بقالي في سنه كده الحمد لله ربنا وسع عليا جامد جدا. عن ما كنت شغاله في بالقطاعي دي كنت ممكن مثلا في اليوم ما بعش خالص، وغير بقى الرابطه طول النهار قاعده في المكان وكده. ممكن يوم تبيعي حته حتتين غير الجمله، الجمله بتفرق جامد معانا. طب كلميني بقى في موضوع اللانجري ده في اسعارك، انت كنت قايله لي اسعار جميله جدا. قولي والله بادئه ب 18 جنيه. ايه ده؟ والله العظيم. انا عايزه اروح معاك. عندي يا جماعه انا هروح معاها والله. تنوريني. هروح معاكي. عندي اللانجري ب 18 ب 20 ب 25. استني يا مدام عبير، انا عايزه اقول لكم حاجه على فكره، احنا طبعا بس عشان في سياسه طبعا في القناه، فانا ما عرفتش ان انا اعرض لكم طبعا اللانجري. عايزه اقول لك اللانجري تحفه. اللانجري بتاعها جميل بجد، هي بعتاني الفيديو، انتوا هتشوفوا ارقامها معروضه عندكم طبعا الفيسبوك وكل حاجه، انتوا هتدخلوا عندها تتفرجوا، اللانجري جميل جميل بجد بجد بامانه، مش عشان انا بسوق لها والله، هو فعلا جميل جدا وعجبني، بس للاسف احنا مش هنقدر نعرضه، احنا بس بنعرض زي ما انتوا شفتوا البيجامات البيتي والبيجامات الشتوي. اتفضلي كملي. عندي اول سعر عندي ب 18 جنيه بس جمله مش قطاعي، بطلعه قطاعي 25 20
انت فاهماني، بس بطلع ب 18 اول انت سعر عندي. الجمله ممكن حتى لو انت طلعتي تطلعي الحاجات المختلفه ولا لازم شكل؟ لا 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 لا، الجمله عندي جداً. والله الجمله عندي مشكل من اول قطعه. انت بتاخدي مثلا، انا العامله 18 جنيه ده من 100 قطعه مشكله، بتاخدي الكيس مقفول في معاكي 100 قميص 100 لانجري تمام، ال 100 ب 1800 على طول، فبتبقى حاجه مكسبها بسيط بالنسبه لي، بس بطلعه مش شعبي، انا مش شغاله في الشعبي. لا انا شفت يعني، انت تقدري تيجي يا جماعه هتشوفوا وتجربوا، ادخلوا على الفيسبوك بتاعها عندكم طبعا، وهتشوفوا قد ايه اذواقه حلوه بامانه. تقدري تيجي وتشوفي الخامات، انا مش شغاله في الشعبي خالص، كنت الاول شغاله فيه لما لقيته مش حلو ومش وكانت فيه مشاكل كتير، رحت لغيته، بقيت شغاله دلوقتي في النص لوكس اللي هو اللي انا بقول لك عليه ب 18 جنيه دوت. خامه كويسه زبده وتلبيس حلو وفي فيزون، فتلبسهم كويس وشغالين. وعندي لانجري طويل وقصير وبيجامات وهوت شورت، الجلاليب بيتي برضو صيفي وكده، وانا مش منزله لك كل الصور. أيوة. يعني قلت عشان برضو تبقى حاجات بسيطه كده معاكي وخلاص. طب حاله السوق عامله ايه بقى دلوقتي خصوصا بعد موضوع الكورونا ده؟ لا والله شغالين، علشان السعر الكويس هو اللي بيجيب لنا الناس، انت فاهمه دلوقتي من ساعه الكورونا وناس كتيره جدا مش هكذب عليكي قعدت في البيت. طبعا زي ما انت شايفه الحاله، فبيعملوا ايه بقى، تيجي مثلا لما بعمل اعلانات عندي 100 قميص 100 لانجري معاكي ب 1800 جنيه وابداي مشروعك بحاجه بسيطه وكده، بلاقي ناس بتكلمني كتير جدا والله. معلش انا اسمي مسلم على الفيس. بس انا على مسلم. فكره كنت بقول لها يا مسلم، انا لسه عارفه والله قريب ان هي اسمها بس يا مسلم. انا دلوقتي جوزي قاعد من الشغل ومش شغالين ومش عارفه ايه، فعايزين ناخد شويه وهنشتغل مع بعض وكده، اقول لها خلاص تمام ماشي تعالي تيجي وتنقي المية. انا مش بديك المية بفرضهم عليكي، انت بتختاري، بس انا قصدي ان الكيس بيخرج من عندي. أيوة المية. ايوه فعلا في ناس اما انت بتساليهم ساعات يقولوا لك لا بيفرضوا عليكي، لا انت عايزه تاخدي الحاجه زي جيب الوانها والكلام ده، الوانها ومفيش غير كده. لا لا ما عنديش كده خالص والله، الجمله عندي جمله مشكل من اول قطعه معاكي، بتاخديها بقى اشكال كتير، انا عندي اكتر من ال100 موديل اصلا، يعني انا بقول لك 100 100 مشكل، انت بتيجي بتاخدي اكتر من ال100 لانك انت بتبقي محتاره بين الموديلات والالوان، طب هاخد من ده 2 3، طب هاخد من ده 2 3، فماني يقولوا لي طب هنشوفهم وهنجرب وهنجي لك تاني، ابص الاقيها ما فيش يومين 3 والاقيها جايه، وانا كمان اقول لهم ما تكسبوش كتير، بلاش تحطي مكسب جامد جدا مش هتعرفي تبيعي، لا حطي نسبة بسيطة معاكي هتلاقي نفسك عارفة تشتغلي وهتخلصيهم بسرعة وهتجيني تاخدي تاني، فده بالنسبة لي أحسن ليا وليكي، انت هتعرفي تشتغلي أو حضرتك هتعرف تشتغل في محلك، أما تحطي نسبة بسيطة في على المنتج انت هتعرف تشتغل وأنا كمان هعرف أشتغل واللي ورايا كمان هيعرف يشتغل. طبعا انت فاهماني. طيب بس وربنا يسهل لنا كلنا. هو دلوقتي انت عندك الشغل الشتوي لسه موجود؟ عندي شتوي أنا شغالة فيه لغاية عيد الأم اساسا، بيبقى شغال يعني معانا. عندك لحد امتى، عيد الام ولا امتى؟ لا انا بصي شغاله على طول صيف وشتا شغاله، لان انا جمله فمعاكي في عرايس بتيجي تاخد اصلا ليها لبسها كله، ممكن في عز الصيف تقولك انا عايزه شتوي، في عز الشتا تقولك انا عايزه صيفي. طيب يعني انا شغاله ده ده كمان هم اللي بيسمعونا يروحوا برده لمدام عبيره اهو، وهي بصوا هي اكيد عامله بمدام يعني بمناسبه ظهورها في البرنامج، هي تظبطكم في السعر والله العظيم. يعني ربنا يخليها يعني ربنا يا رب يكرمها. طب قولي لي بقى ايه المشاكل اللي كانت بتواجهك اوقات في موضوع البضاعه وانت بتجيبيها او كده؟ انا كنت الاول بجيب من المسكي اصلا، بس حسيت الاسعار هناك يقولوا لك ده جمله ومش جمله. بصي يا مدام عبير، هسألك سؤال قبل كل ده، هو اصلا معيك. بما ان انت واحده ست بالذات في السوق لوحدك، ايه يعني ازاي عارفه تتعاملي وتبقي ما شاء الله كده ب 100 راجل وعارفه تبيعي وتشتري ازاي؟ انا ربنا يخليكي، موضوع التجاره ده مش سهل ان في ست بالذات تدخل فيه كده، مش سهل، بس انا مش لوحدي برضو. ما اكيد، بس هو طبعا اللود كله الحمل كله عليك انت. عليا في الشغل بس انا بعرف اتعامل، بعمل لكل واحد حدود، خلاص انا بتعامل مع كذا، خلاص حضرتك جاي هتشتري خلاص تمام، انا ما عنديش مشكله، سواء مع بتاع المصنع حضرتك انت، انا هاخد منك المنتجات وببيعها، فبرضك انت ليك فلوسك انت فاهماني، بس وانا معايا جوزي دايما معايا مش بيسيبني الصراحه، وبابا وماما واخواتي كلهم معايا الله يخليكي، وكل الناس اللي شغاله معاها بصراحه ربنا كلها ناس محترمه، مفيش اي حد منهم بيتكلم كلمه تضايقك او لا خالص، بالعكس كلهم مبسوطين ان لا ست وشغاله في الحاجات اللي زي دي، انا شغاله كل شغلي اصلا حريمي،
انا حتى مش بحب اشتغل في الرجالي قوي. ليه بقى؟ علشان مش هعمل رجل لاي حد يجي عندي وكده. أيوة أيوة. فانا بقول حريمي بتبقى معظم الزباين عندي كلهم حريم. انما ساعات في رجاله كتير شغاله وفاتحه محلات او كده بيتعاملوا معايا كلهم ناس محترمين جدا جدا. وانا عندي، انت دخلتي الجروب بتاعي؟ اه طبعا. عندي ثلاثة على الفيس، الثلاثة كل الناس اللي فيهم ناس محترمه جدا وتعاملوا معايا كتير. وعندي على الواتس، عندي جروبين على الواتس، الجمله وللقطوعي، الاثنين كل الناس اللي فيهم كلهم زبايني بقى من محلي اصلا. يعني غير الفيس مثلا بيدخل فيه ناس انا ما اعرفهاش او كده بيتعاملوا معايا اللي هم بشحن لهم الشغل بره وكده، انما على الواتس كلهم ناس كلها انا اعرفها ويعرفوني شخصيا. يعني اللي جم وتعاملنا مع بعض في المحل وكده بياخدوا الشغل وبيعجبوا. طب كلميني بقى عن المشاكل بقى، نكمل السؤال اللي واجهتك في موضوع. انا بقول لك هي الاسعار بس، لغايه ما وصلت الحمد لله لناس كويسه جدا وشغلها حلو جدا واسعارها كويسه برضو مناسبه معايا. طيب انت عندك الصيفي خامته قطن؟ قطن صح؟ قطن وقطن بيور. اه 100%. اه والله. طيب لا مش محتاجه تحكيلي عشان اعرف الناس. والشتوي عندك فيه بقى قطيفه؟ قطيفه هايدي. انا عندي جلابيه شتوي ب 50 جنيه. تمام. طب دي كويسة. ده بمناسبه ان انا معاكي، يعني انا العرض ده لسه جه في دماغي دلوقتي. طب قولي بقى عروض كده انترلوك. وعندي اللانجري اللي بقول لك عليه ب 18 دوت، انا كنت عامله من 100 قطعه برضو بمناسبه وجودي معاكي عشان انت زي العسل برضو. ان شاء الله هعمله من 50 قطعه بامر الله علشان برضو اسهل على الناس. ما حدش لو واحده مثلا لا طب انا معايا 1000 جنيه عايزه ابدا، لا تعالي وهتبداي المشروع ان شاء الله وهيكسبك اكتر من كده. يعني انت معاكي ال1000 معاكي اللي موجوده هتبقى ان شاء الله بما فيش شهرين ثلاثه هتبقى 3 و4 وانت وشطارتك. يعني ممكن في يومين ثلاثه هتبيعي الشغل وهتيجي تاخدي غيره وربنا يسهل لنا كلنا ان شاء الله. طب حياه السوق الايام دي بالذات، الايام دي اي ايام دي سيبك بقى موضوع الكورونا، الايام دي عامله ايه؟ شغاله على العرايس اليومين دول بصراحه. الجمله حسها بسيطه اليومين دول علشان انت عارفه التغييرات بين الجو الشتاء والصيف وكده. فطبعا كل اللي شغالين جمله مش يعني هيشتري دلوقتي صيفي، طب لسه الصيفي عليه شويه، طب هشتري شتوي؟ ما هو خلاص تصفيات، يخاف يشتري شغل شتوي يقعد عنده الشتاء اللي جاي فبيقول لا مش هشتغل. طب دلوقتي طب يا جماعه ممكن الفيديوهات تاني عشان نتفرج، عشان انا ما كملتش معاها على الفيديوهات وهي بتشرح لنا الحاجات بتاعتها بس كملت معاها كلام. شغالين اليومين دول على العروض بقى وعلى العرايس وكده. بعمل العروض، انا عندي ترنج. ايوه اهي اتكلمينا. انا عندي ترنجات اللي بقول لك عليها القطيفه الهايدي دي، الترنج منهم على 100 جنيه. تمام. قطيفه هايدي وتلبيس مرتاح وكويس، في حاجات 3 قطع ده وفي حاجات لا ده دي دفايه اولادي. او عايزه اقول لك عليها اطفال، عندي دفايات اولادي وبناتي. عندك اطفال؟ ما انا لسه شايفاها في الفيديو. ايوه نسيت. شو هي نسيت؟ هي بتنسى اصلا. عندي دي دفايه حريمي، عايزه اقول لك ان دي ب 60 جنيه قطيفه هايدي برده 3 قطع. بس انا بالمناسبه انا جايبه لك ترنج اصلا شتوي. ايه ده بجد؟ والله جايبه لك ترنج هديه علشان خاطر تشوفيه. يا جماعه انا بحب يا جماعه الزباين. اخليها بقى تجيبه لك، اخليها تجيبه لك ووريه لي. تعالوا يا جماعه نشوف. يا جماعه انا جالي هديه، انا جالي هديه على الهوا. طيب بتشوفوا، استنوا بقى ما نشوف الترنج. يلا بسرعه، يلا ادعي على الهوا اهي. بصي دي شنطه المحل، اللوجو بتاع المحل ده، اللوجو بتاع المحل اهو يا جماعه. جنه جنه اهو، هو اسمها جنه. اول المحل مكتب جنه. جنه بنتي الكبيره. مكتب جنه اهو بنتها الكبيره، انا كنت بقول لها علي جنه. دي بيجامه. بصوا ترنج قطيفه. ترنج قطيفه حلوه قوي. تسلمي. الله تسلم ايدك، جميل قوي قوي يا جماعه. يا رب يعجبك بس ان شاء الله. ربنا يخليك. دي القطيفه الهايدي اللي انا بقول لك عليها. تمام. الترنج منهم عامل 100 جنيه تلبيس مرتاح، يعني لبسته لغايه 100 كيلو معاكي مرتاح، فاهماني؟ وفي تاني ده حد مقاسات، انت عندك مقاسات كبيره. وعندي بيك سايز، عندي دفايه بيك سايز تلبس لغايه 130 كيلو كمان. ايه والله عامله كام برضو بمناسبه ان انا معاكي هحسبها لهم على 85 تلبيس كبير قطيفه. انتوا عايزين ايه يا جماعه؟ تلبيس كبير ب 85 ده حوالي عروض. وعندي جلاليب قطيفه برضو تلبيس لغايه 150 و160 كيلو للناس اللي مليانه جدا جدا، برضو تلبسهم مرتاح قوي، برضو ممكن نعمل عليهم العرض 125 علشان خاطرها. هو الحاجات دي بتقولي بتلبس مقاسات كبيره جدا صح؟ انا عندي حاجات عاديه، مقاسات عاديه اللي هي الجلابيه اللي انا بقول لك عليها ام 100، وعندي العبايات اللي هي البيك سايز دي عامله 125. البيك سايز ديت انا ما بعتلكش صوره ليها، عامله كده
انت فاهم، هي لوحدها هي مش بتتمر في الغسيل. لا لا ده قطيفه، القطيفه ما بيكشش. لا في بس في حاجات او بص ده الفسكوز انت عشان مش عارفه. انا هتصدقي موضوع الفسكوز ده ناس كتير جدا بتسالني عليه. لا انا السيفي. عندي شغاله في الفسكوز معالج ضد الانكماش، اي جلابيه فسكوز عندي ان شاء الله هتبقى على 75 جنيه. انا عايزه فسكوز اجيب لك المره اللي جايه اجيب لك معايا. بصي هاخد منك مجموعه فسكوز والله يا جماعه. بص هي جت ده انا هستغلها استغلال انا كمذيع انتوا مش عارفين. الفسكوز حلو جدا وانا شغاله دايما في الفسكوز المعالج، انا مش ما عنديش حاجه اسمها هتخرج من عندي وهتكش. يعني معظم الفسكوز على فكره لما انا كنت بجيب ساعات بلاقيه حتى معظمه سيبك الاسعار غاليه، بيجي احطه في الميه اللون بينزل وبينكمش. ده العروسه ساعات بلاقيها اسرت. العروسه هي اللي كده، نوع اسمه العروسه هو اللي بيكش طول وعرضه وبيبقى والله عبير في معظم السوق. انا عايزه اقول لك وناس نسكت تقول لي ده جميل ده اصلي ده مش عارف ده فظيع، كان اللون كله بينزل وبينكمش. لا خالص، اللي عندنا معالج مصري في الاندونيسي، بس الاندونيسي دوت بيبقى عامل 150 و140 وبيكش. طب انت ليه ما بتحبيش؟ انا ما اتكلمتك قلت لي انا بحب يا مروه دايما استخدم المصري صح؟ اصل المستورد ليه مش من بره؟ مع ان كل الناس تقول لك اجيب من بره وتركي و... طب ليه؟ انا لا خالص، انا اشتغل على شغلي انا وعلى بلدي انا، انت فاهماني؟ بتبقى احسن ليا لما انا هشغلك انت هتشتغلي وفي المصنع. في ناس اصلا ما بتقتنعش، عارفه ما تشوف الحاجه وتعرف ان هي مصريه. انا عايزه اقول لك ان بنجيني ناس اصلا تقول لي انا جايه اشوف الاسعار بس، انا جايه اشوف الخامه. انا منزله قميص قطن شعيرات وقطن ليكرا عامل 20 جنيه. ايه والله 20 جنيه قميص كده، قميص شقه ب 20 جنيه اصلا. الزباين بتجيني 20 جنيه، يعني انتوا عايزين ايه؟ بيجوا بقطان كل الحاجات دي قطن، يجوا يقولوا لي احنا جايين بس نبص على الخامه، ابص اللي الاقيها اللي جايه تبص على الخامه تاخد بالدسته وبالدستتين، تقول لي ده انا بجهز بنتي. طب ماشي تنورينا. تقول لي انا بس بصراحه ما كنتش مصدقه الاسعار، انا جايه ابص بس على المكان، انا جايه اشوف انت صح يعني انت بجد موجوده ولا اي كلام من اللي بيقولوه على الفيس. بس انا اساسا ضد حوار الاونلاين، علشان احنا دايما لو انت هتاخدي شغل تتخمي فيه جدا، لازم تجيبي من عند حد انت واثقه منه، حد يكون عنده مكان. انا عندي شغاله اونلاين، بس لما حد بيجي طب لو الخامه ما عجبتنيش اقول له يا فندم ما تستلمش، طب لو الشغل مش عجبني اقول تعالى يا فندم استلم من المكان. اصلا الشغل مع الزباين وفي التجاره متعب جدا. متعب بس والله بيجيني ناس تريحي كل الناس. بيجي لي ناس لا كويسه جدا والله، وبتيجي ناس طبعا بتبقى تعباكي وكده، بس انا بالنسبه لي في شغلي لا الناس كويسه، بيجوا بيفصلوا بس انا الفصال بالظبط اقول لهم انا يعني اسعاري ما فيهاش فصال، انت بتفصليني في ايه حضرتك؟ فبيتحرجوا على طول، فخلاص ما فيش مشكله. ممكن انت تحرجيهم بكلمه تخلي خلاص اللي قدامك مش هيعرف يتكلم، انت فاهم؟ عايزه اقول لك ان الترنجات القطيفه اللي انا وريتها لك دي بيجوا طب احنا هناخد منك سته، انا اساسا بنزلها منزلاها اليومين دول ب 100 كده عروض لليومين دول للعرايس اللي بتجهز، اللي عايزه دسته بتقوم جايه واخده الدسته على بعضها، اللي هتنقي سته اللي هتنقي سبعه، فاهماني؟ فبيجوا بياخدوا بينقوا وخلاص. انا كنت بطلعها جمله الاول، وعندي ترنج ميلتون الخروج اللي هو بتاع النوادي دوت، ده انا كنت منزلاه في الفيديو بجد. انا عايزين يا جماعه نشوفوا. على فكره بقى انا الترنج الميلتون ده شفته، انا كنت طالباه انا شخصيا، كان غالي جدا. كام بقى؟ بحوالي 230 300 بيتباع ب 330. ما بقول لك هو في الاسعار دي انا كنت بدور عليه انا شخصيا. انا عايزه اقول لك انه عندي ب 100 جنيه، بصي عليها لو نزلت الفيديو بصي عليه شوفيها تلاقيه قطن ميلتون عامل يا ستي 100 جنيه، عندي موديلين. طيب نورتينا يا مدام عبير، ويعني يا جماعه بجد روحوا لها وشوفوا العروض بتاعتها، وبجد نورتيني في الاستوديو والله، مبسوطه جدا بيكي. انا مبسوطه اكتر يا جماعه. فاصل وهنرجع لكم تاني، استنونا.